اللهم امين. ست الحبايب يا اغلى حبيبه في الدنيا، منوره الدنيا كلها، منوراني ومنوره قناه هي، منوره برنامجنا اللي كل يوم الساعه 12 طوال ايام الاسبوع من السبت للخميس الساعه 12 بالظبط باذن الله. التردد بتاع القناه قناه هي 11785. نجيب التردد ونجيب القناه على الريسيفر علشان ان شاء الله نكون موجودين مع بعض طول ايام الاسبوع بامر الله. النهارده بقى عندنا اكله من اللي قلبك بيدق لها 3 دقائق، ولا لحمه ولا فراخ ولا سمك، حان وقت الكشري. النهارده هنعمل مع بعض كشري. الكشري ليه وقت؟ ايوه، فجاه كده تبص تلاقي نفسك كده نفسك هفتك على طبق كشري، بس مش اي طبق كشري، طبق كشري من ايديا. طبق الكشري بتاعنا النهارده غير، واللي عملوا الكشري معايا قبل كده عارفين ان احنا بنعمله بتكات في منتهى الجمال، بتخلي الكشري ولا اجدع مطعم كشري في زمانه. مش بس كده، ده احنا هنكمل اكلتنا النهارده وهنعمل مع بعض الرز بلبن، يعني عاملين الكشري وعاملين الحلو بتاعه كمان، عايزين ايه تاني اكتر من كده؟ يلا بينا بسرعه نسمي بسم الله ونقول المقادير، ولو ان الكشري اصلا ما فيهوش مقادير يعني، وبعدين ندخل على التحضير. مكرونه مسلوقه، وهوريكم دلوقتي حركه بسيطه جدا للي ما يعرفهاش هنعملها، فيها تفضل مفلفله وفيها لمعه حلوه كده وعمرها ما تعجن ولا تطرى منك ابدا. يبقى انا عندي مكرونه سلقه الاسباجيتي مع المقصوصه الاثنين في حله واحده، بعد كده عدس بجبه منقوع مش اقل من ساعتين، ما بسلوش ما بحطوش على النار، بنقعه بس. وعندي شعريه وعندي رز، كيلو الرز هياخد كيس شعريه نص كيلو، كيس عدس نص كيلو، واهم ما في الموضوع البطل بتاعي النهارده زيت البصله اللي حمرت فيه البصله بتاعه الكشري، الورد بتاع الكشري. زيت البصله ده هو ده اللي هيطعم لي الكشري بتاعي كله من الالف للياء. بعد كده عندي الصلصه، عندي عصير طماطم او صلصه، ثوم، وكمان ملح وكمون وكزبره وشويه بهارات مشكله ورشه سكر، والسكر هنا مهم جدا جدا في الصلصه بتاعتنا. نقول مقادير الصلصه تاني، عصير طماطم او صلصه خفاها بميه، ثوم مفروم وملح وفلفل وبهارات وكمون وكزبره ورشه سكر وخل وزيت. بعد كده هيبقى عندنا بقى الشطه والدقه والرز بلبن، مش هنقولهم دلوقتي يا استاذ احمد كل حاجه، لما نيجي نعملها فكرني نقول المقادير بتاعتها واحده واحده وخطوه خطوه. اتفقنا؟ دلوقتي بقى بسم الله اللهم بارك هنعمل اول خطوه معانا. طبعا يا جماعه الكشري يعني زيت، ما بنشتغلش طبعا بالكشري باي حاجه تانيه، هو زيت وبس الاساسي بتاعنا. اه شفت انا كنت هنسى البطل، شفت بقى، شفت يا استاذ احمد انا الزيت عمال اقول لكم البطل البطل البطل، ده الزيت اللي حمرت فيه البصل. هياخد كده شويه، ده اللي هعمل فيه دلوقتي كده الكشري بتاعنا، حله الكشري نفسها. وزي ما انتوا عارفين حبايبي اللي معايا من زمان عارفين ان احنا بنحب نعمل العدس والشعريه والرز في حله واحده ياخدوا من طعم بعض، ده بيبقى اطعم بكتير بقى، يعني ما اقولكوش على جمال لما كله بيستوي طبعا في حله واحده. غير الناس اللي بتعمل مثلا ايه رز بشعريه لوحده وبعدين بنسلق العدس لوحده، ده ما بيبقاش بيبقى طعمه رز بشعريه عادي. لكن تعالوا بقى جربوا الوصفه بتاعتنا دي. اول حاجه زيت البصله، وبعد كده هننزل عليها بسم الله بالشعريه كده هون، وبعدين نديها بقى تقليبه حلوه بسم الله كده، ونسيبها كده دلوقتي على نار عاليه عشان ما تاخدش معايا وقت، على نار عاليه تتحمص. ولو في اي بصل، بواقي بصل كانت في الزيت ونزلت معايا كده زي دي سيبيها، بتطعم لي جدا جدا الكشري. شايفين ازاي؟ سيبيها، سيبي اي بصل ينزل معاكي كده بس يا ستي. وبعدين هنسيبها بقى تتحمر، وعلى ما تتحمر براحتها خالص تعالوا نشوف هنعمل ايه في المكرونه المسلوقه. زي ما بقول لكم انا دلوقتي عندي مكرونه سلقتها، نطفي بقى النار دي وخلي ايه النار هاديه كده. المكرونه اتسلقت، حطينا في ميه السلق زي ما احنا متعودين عادي شويه زيت وملح، وسلقت الاسباجيتي والمقصوصه مع بعض في حله واحده، وبعد كده صفيتهم في المصفه ولسه ما عملتش فيها اي حاجه، لان الخطوه اللي جايه دي مهمه جدا جدا عشان المكرونه تفضل بتاعه الكشري مفلفله معاكي ما تمسكش في بعضها ابدا. هاخد برده من زيت البصله، بص كده يا استاذ احمد الزيت اهو، زيت البصله ماشي، واحط في زيت البصله رشه ملح. اوعي تقولي لعدوك على الحركه دي، قولي لحبايبك كلهم بس. حاضر، ثواني
بصوا بقى كده، رشة ملح كده في قلب الزيت. انا دلوقتي على نار هادية، دلوقتي الحلة حطاها على نار هادية، ونقلب بقى. طالما جينا الناحية دي ندي تقليبة حلوة للشعرية. يا ام حبيبة، يا حبيبة، ازيك يا ام حبيبة؟ ام حبيبة عاملة ايه؟ كويس الحمد لله. انت عاملة ايه يا مدام حاج؟ بخير والله، فضل ونعمة يا حبيبتي، نورتيني يا ام حبيبة. يا ربي يخليك يا مدام هاله، وحشتيني والله يا مدام هاله. يا حبيبتي والله. وانتي عامله ايه يا حبيبتي؟ الحمد لله كويسه يا مدام هاله. يا رب دايما بخير على طول يا رب، اللهم امين. يا رب خليني اشوفك على طول يا مدام هاله كده. ان شاء الله يا حبيبتي، دايما مع بعض في الخير يا رب، اللهم امين. يا رب يخليك يا مدام هاله. يا رب يخليك، ربنا يخليكي، نورتيني. يا رب يخليك. بصوا بقى كده، الزيت سخن ودوبت الملح جوه الزيت، خلاص. بعد كده هروح طافيه النار، طافيه النار، خدوا بالكم من الحركه دي. الزيت سخن، دوبت فيه الملح، طفيت النار، يعني كده الزيت ده زيت سخن بس، مفيش تحتيه درجه حراره خالص. وبعدين هناخد المكرونه، بسم الله كده. عايزه اقول لكم اصلا زيت البصله ده لما بتستعمليه في الكشري بيخلي ريحه البيت كله كشري كذا يوم، وعن تجربه. انزل بقى كده بالمكرونه بالشكل ده في الزيت بالملح. عايزه بس اروح اقلب الشعريه، قلبي واكلني عليها، ابتدت تاخد لون اهي. يلا كده دلوقتي بقى التقليب وجب، يعني لازم بقى تفضل ايه ايديك تقلب فيها كده على طول على طول على طول. والشعريه بتاعت الكشري بنغمقها شويه عن الشعريه بتاعت الرز العادي، يعني لما باجي اعمل رز بشعريه بنخلي الشعريه كده لونها ذهبي كده وجميل، لكن لما نيجي بقى نعمل الشعريه بتاعت الكشري بنغمقها شويه عشان تدي لون حلو كده للكشري بتاعنا. هنعمل ايه بقى؟ تعالي تعالي هنا، ادي المكرونه اللي في الزيت بالملح، طبعا رشه ملح خفيفه، وهقلب المكرونه كده في الزيت، خليها بقى تسخن مع الزيت وفي نفس الوقت تفلفل معانا، وبتدي بقى لمعه حلوه قوي قوي. بصوا، وطبعا زيت البصله برده هيديها تطعيمه حلوه قوي. شوفوا بقى بتاخد لمعه حلوه ازاي وتفلفل ازاي، ما شاء الله عليها. شايفين 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 اهو، بصوا حتى من حلاوتها جريت من الحله. نشيل بقى كده ونقلب تاني، وكده المكرونه خلصت معايا. مش هغطي عليها دلوقتي، هي لسه سخنه بسخونيه الزيت، فمش هغطي عليها دلوقتي، لما تبرد تماما. دلوقتي لا، نقلب تاني بقى الشعريه بتاعتنا. ايوه، وزي ما اقول لك غمقيها شويه عشان تدي لون حلو. ناخد كده كل العجينات ده كده اهو، قلبي 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 بالشكل ده كده، كل اللي هربان مننا ده. والعدس اللي اتنقع زي ما اتفقنا، العدس اللي اتنقع معايا لمده ساعتين مش اكتر من كده، وما تحطش على النار، لسه منقوع اهو، هنروح مصفينه كده بسم الله بالشكل ده. وناخد على طول العدس على الشعريه كده، ويلا بينا بسرعه بسم الله كده اهو، مع بعض بقى كده. يا سلام يا سلام، سامعين الاصوات دي؟ ده كده الدنيا تطلع معاكي مفلفله وزي العسل بامر الله. ونقلب كده، شوفوا بقى الالوان جميله ازاي، خلي العدس بقى ايه يشرب كل الميه اللي كان منقوع فيها واحنا بنشوحه كده بالشكل ده. مين معانا؟ مين يا قمر؟ قوليلي. يا ام وليد، اهلا وسهلا. اهلا بيك يا حبيبتي. ازيك يا ام وليد، عامله ايه؟ اوعي تنسيني بقى. لا خالص، ما اقدرش والله، ما اقدرش. ربنا يخليكي يا حبيبتي. تعيشي يا حبيبتي، تعيشي. الحلوه اللي بتعمليها دي بقى بتاع زمان الحاجة. اه شفتي بقى. شفتي اكل ست الحبايب اللي تربينا عليه، الحاجات الاصيله دي بقى. اه والله صحيح، الاصيله، ذكرياتنا الجميله والله. الله، ولا بنعرف نعمل ربع السنه بيعملوه، بس بنحاول بنحاول ان شاء الله بنحاول، لان احنا برضو يعني ايه خدنا منهم برضو شويه خبره صغنونه كده يعني. ربنا يديك الصحه. الله يخليك يا حبيبتي، نورتيني. واحنا بنتعلم منك. الله يخليك يا حبيبتي، الله يخليكي، نورتيني يا حبيبه قلبي. ودلوقتي بقى هروح نازله بالرز زي ما اتفقنا، كيلو الرز هياخد نص شعريه ونص عدس، ده المقدار المظبوط اللي يخليكي تحسي بطعم العدس وطعم الشعريه مع الرز. ونقلب، شايفين المنظر؟ وده اللي بيخلي اللون حلو قوي قوي، لون الرز والتشويح ده، او بلغه الشيفات التحوير ده، تحوير الشعريه مع العدس
مع الرز بيخليه يطلع مفلفل معانا. بصوا الجمال، شوفوا اللون عامل ازاي، ولسه لسه بقى لما كله يتشرب من بعضه هيغمق اكتر واكتر. طب هتبل بقى هنا بايه؟ بص يا ستي، هما حاجتين ملهمش تالت، ملح وكمون، دول احلى حاجه لرز الكشري مع زيت البصله. ما تنسيش ان زيت البصله كمان هيدي طعم حلو قوي. ادي الملح، بسم الله، تبل كده شويه ملح كده حلوين، وهناخد شويه كمون هيدوا طعم حلو قوي اهو، بس مش كتير بالشكل ده. حلو كده، حلو الكلام، حلو الكلام. ونقلب اهو كده، نخلي الملح والكمون برضو الرز يتشربهم. طول ما انت بتقلبي كده وطول ما الحله ناشفه قدامك وصوتها عالي، انت زي الفل، انت ماشيه صح، عمره ما يعجن منك ابدا. طيب بعد كده هنسقيه بميه عاديه جدا من الحنفيه، مش ميه سخنه، وهنسقيه بمقدار معين اللي هو ايه بقى، يدوبك يدوبك بس الميه تبقى باينه، مش زي الرز العادي لان العكس منقوع فشارب ميه. اشيل بقى كل ده، احنا مش فاضيين بصراحه. يلا يا باشا، بصوا اقل اقل من المقدار العادي، ما تخافيش هيستوي وهيفلفل وهيبقى زي الفل. العدس هيطرد كل الميه اللي هو شربها في النقع دلوقتي، فبعد كده هتبص تلاقي يا دوبك كله استوى بقى زي الفل اهو. شايفين ازاي؟ النبي يا استاذ احمد، الله يكرمك الله يكرمك. مهم جدا جدا مستوى الميه ده نوريه لحبايبنا، لان ده اصل من 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 الاصول اللي بتخليش الرز بتاع الكشري يعجن منك ابدا، الميه تبقى كده اهي. شايفين انا شايفه ايه؟ انا شايفه الرز بالعدس هو اللي باين عندي، بس كده. اول ما يغلي غلوتين اتنين هروح موطيه عليه النار واسيبه يكمل سواه، مفيش اي مشكله عندي. شايفين المنظر؟ الله يكرمك يا استاذ احمد والله بجد. شايفين ادي المنظر اللي مخرجنا الكبير جايبه لنا، يعني ما شاء الله عليه. نغطي وعلى طول كده دلوقتي هنوطي النار. يا جماعة كل كلمة بنقولها في موضوع الكشري ده خدوا بالكم منها، يعني دي خبرة السنين سنين السنين. دلوقتي بقى هنعمل الصلصة بتاعتنا. يبقى احنا كده المكرونة اتسلقت وفلفلناها، وعرفنا ازاي افلفلها واديها طعم حلو بزيت البصلة والملح، وكمان عملنا الرز بالعدس بالشعرية كلهم في حلة واحدة يستووا في قلب بعض. اول ما تشرب دلوقتي هوريه لكم تاني. يبقى دلوقتي هندخل على الصلصة كمان على طول، يلا بينا. بسم الله، نشيل ده. صلصة الكشري طبعا يعني احلى حاجة ليها التوم والخل، طبعا بيدوها طعم في منتهى الجمال. بصي بقى يا ستي، نمسح بس كده كل ده، وبرضو اهم حاجة بقى عندي اللي هتدي طعم احلى واحلى، تفتكروا ايه؟ انا عايزة بقى في الكنترول يقولولي تفتكروا ايه اللي انا عمالة اقول عليه بيدي طعم احلى واحلى. ما تجيبه لنا كده يا استاذ احمد من غير ما نتكلم كده، البطل بتاعنا النهاردة. ايوة هو ده الاساس في الكشري، الزيت اهو. يلا يا باشا، ده الاصل بتاعنا. اتاكدي تماما تماما اي حاجه في الكشري، اي مرحله في الكشري هتحطي فيها زيت البصله هيديكي الكشري بتاع زمان الاصلي اللي زي العسل. تعالوا نعمل الصلصه بتاعتنا. هناخد من زيت البصله زي ما اتفقنا، بسم الله، ده الاصل في الطعم بتاع الكشري يا جماعه. يا اكرام اهلا وسهلا، حلاوتك يا حلاوتك يا قمر انت والله، يا احلى ضحكه في الدنيا يا اكرام حبيبه قلبي. ازيك يا شفالة؟ الحمد لله والله. عامله ايه يا حبيبتي؟ الله يخليك، ايه الجمال ده والحلويات دي يا شفالة؟ انا عايزه اقول لك شويه كشري النهارده يستاهلوا بقك يا اكرام ان شاء الله. دي كل حاجه من ازاي العسل، وتسلم ايديك يا قمر. تسلمي لي يا حبيبتي، تسلمي لي، نورتيني يا اكرام حبيبتي. حبيبتي تعيشي يا حبيبه قلبي، تعيشي. يلا بينا، ادي حطينا الزيت، وبعدين هنحط التوم. بسم الله كده، كنت مهديه النار بس شويه، نعلي بقى. حلو قوي كده، وهنقلب لغايه بس ما التومه تشد معانا كده. النار تمام، الحله سخنه كمان. هو ايه اللي بيعمل كده؟ ايه اللي بيعمل كده؟ ايه الصوت ده؟ ايه احنا هنا ضاغطين تقريبا كده على اكره ولا حاجه. ماشي، نقلب المكرونه تاني. بص يا استاذ احمد،
تعالى كل ما تيجي ناحيتها قلبيها، وطول ما هي سخنة مش هنغطيها. اهو شوفوا، شوفي 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 جمالها وشوفي حلاوتها. بصوا اهو، ادي يا جماعة المكرونة بتاعت الكشري. بس كده برضو لسه هي لسه سخنة، فمش هغطيها، مش عايزة اغطيها عشان لو اتغطت دلوقتي وهي سخنة هتطرق وممكن تقفش في بعضها وتعجن. فاحنا دلوقتي مع الزيت طعمناها بالزيت والملح، وفي نفس الوقت بنفضل نقلب فيها كده لغاية ما تبرد خالص، تفضل مفلفلة معاكي لو باتت لتاني يوم كأنك لسه سلقاها حالا. تعالوا بقى نشوف التومة شدت اهي معانا كده اهو يا ستي. وقبل ما تاخد لون كده، احنا مش بنطبخ. اه دي حقيقه والله. فيا دوبك كده، يا دوبك بس هو شد كده مع الزيت. وتعالوا بقى نطفيه بشويه خل كده حلوين. بسم الله. نقلب كده. واحلى حاجه بقى دلوقتي لما تفضلي تقلبي كده لغايه ما التومه تلاقيها بتشرب الخل. بس طعم اساسي جدا جدا في صلصه الكشري، تشرب بس الخل وتتقل كده معايا شويه. بصوا المنظر عسل بجد يا جماعه. انا بحيي اولادي حبايبي على فرم التوم الجميل ده. تسلموا. مبسوطه؟ بصوا طول ما انت بتقلبي كده التومه عماله تشرب الخل، وده اللي بيدي طعم مميز جدا جدا ما شاء الله لصلصه الكشري. اهو يا جماعه. وخلي بالك بصي التوم لونه ايه، ما سبتوش ياخد لون، يعني يا دوبك هو شد كده مع زيت البصله، رحت على طول على طول طافيه بالخل. هو كده اهو شرب بقى شويه كتير من الخل وبقى زي العسل. نروح بقى نازلين عليه بالصلصه. بسم الله كده هو. دي صلصه انا خفاها بميه. دلوقتي عملنا مع بعض المكرونه، فلفلنا المكرونه بتاعت الكشري، عملنا الرز والعدس بصوا اهو، والشعريه كلهم في حله واحده بالمنظر ده، وكمان عملنا صلصه الكشري. وهنسيبها تغلي غلوتين تاثر بس معايا كده، وبعد كده تبقى كل حاجه زي الفل. فاضل ايه بقى؟ فاضل الدقه والشطه، وفاضل كمان الحلو. اطلعوا فاصل بسرعه وارجعوا لي نكمل الكشري بتاعنا مع بعض.
تكات وكل تفاصيله اللي تخليكي كانك فتحتي مطعم كشري جوه البيت. عملنا المكرونه فلفلناها، وعملنا الرز بالعدس بتاعنا، وعملنا كمان الصلصه وسايبينها تغلي. دي بقى اكتر حاجه ريحتها جايبه اخر الدنيا. ومن فضلكم ما تنسوش اللي مخلي الدنيا كده مفحفحه والريحه جميله، الزيت بتاع البصله. ده الاصل بتاع امهاتنا بتاع زمان في الكشري بتاع زمان اللي كنا بناكله من ايديها ونقول الله ايه يا ماما الكشري الجميل ده، ده الكشري بتاعك غير. كانت ده الاصل اللي هي الزيت بتاع البصله. دلوقتي بقى هنعمل ايه؟ هندخل على الدقه وهندخل على الشطه. الدقه بتاعتنا بنعملها على البارد عشان تبقى خفيفه وسهله جدا جدا، ومقاديرها ابسط من البساطه. واحنا بنقول المقادير كده هنشتغل فيها على طول. عندي توم، يلا يا باشا، توم وعصير ليمون وملح وكمون وخل وشويه ميه بس كده. هي دي الدقه بتاعتنا، وطريقتها اسهل من السهوله. ليه بقى؟ هنعملها على البارد بتبقى اطعم وبتبقى اخف ومش تقيله على المعده. هنعمل ايه؟ ادي التوم، بسم الله، التوم اهو بالشكل ده، ماشي. ناخد شويه كمان، والتوم هحط عليه عصير ليمون، هنزود بقى شويه عصير الليمون والخل عشان انا هعملها مركزه، وبعد كده هروح اخفاها بشويه ميه. يبقى ادي عصير ليمون وادي الخل، بسم الله كده. عايزاكم النهارده هتذوقوا اطعم شويه دقه. وبعد كده هناخد الملح والكمون، ادي كمان الملح كده، وادي الكمون اللي هو اساسي في الدقه بالشكل ده. وبعد كده هنقلبهم بقى كويس قوي، نقلب كل ده في بعضه كده. بصوا بقى اللون، لا لسه هو ده، انتوا متخيلين كده ان ده كده اللون الاساسي بتاع الدقه واكتفينا بهذا القدر؟ لا طبعا، ده الحركه اللي جايه دي هي دي اصل تطعيمه الدقه الصح، الصلصه بتاعتنا. بص بقى يا استاذ احمد، الصلصه اللي احنا عملناها للكشري وسايبينها تغلي وما غطيناهاش عشان تبخر بسرعه وتاثر معايا، يعني تتقل معايا. هاخد منها يعني حوالي كبشه كده مش مليانه على الدقه. تيجوا نشوف بقى دي هتعمل فيها ايه، ونزود كده ميه، وهوبا وفجأة واحنا واقفين ايه اللي حصل؟ بقت دقة طعمها ولونها في منتهى الجمال، شايفين؟ هي زي بتاعت بقى مطعم الكشري ولا لا؟ في ثانية اهي. بص يا استاذ احمد، ولو ذقتوها طعمها رائع 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 بمعنى الكلمة، يعني حاجة كده ما شاء الله، من الاخر وسهله واتعملت على البارد، يعني خفيفه وما خدتش مننا وقت خالص. والصلصه كمان خلصت اهي، هشيلها كده بعيد بالشكل ده. وتعالوا بقى نعمل الشطه، وعشان نعمل شطه حلوه ونعمل زيت الشطه للاسف لازم نحط الشطه على النار. اقدر اعملها على البارد، ممكن تعمليها على البارد بس مش هتديكي الزيت بتاع الشطه اللي انتوا بتعشقوه. طب هنعمل بقى زيت الشطه ازاي والشطه نفسها؟ احط طاسة على النار تسخن، وجنبينا برضو الصلصة. الصلصة بطعم منها الدقة وبطعم منها الشطة، بصوا كده. طيب وايه تاني بقى؟ ايه تاني يا استاذ احمد اللي بنطعم بيه الكشري كله؟ تفتكر ايه؟ لولا ان انا مديت ايدي ما كنتش هتاخد بالك. بصوا هو البطل بتاعنا، على قد ما انت عايزة زيت للشطة حطي الزيت هنا، عايزه كميه زيت كتيره كده للشطه حطي الزيت هنا. فانا برضو بستعمل الزيت بتاع البصله بالشكل ده، وقبل ما يسخن جامد هروح نازله. بصوا بقى كده معايا، هنزل بالتومه، فص توم كده بالشكل ده، والتوم كده بيشد، هروح نازله بالشطه على حسب بقى الكميه اللي انتوا عايزينها. قلب 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 قلب، مش هتاخد وقت خالص، لازم لونها يغمق تتحمص معايا. اصحاب الجيوب الانفيه يحطوا منديل على مناخيرهم اثناء التحميص بتاع الشطه ده، بس كده ربنا يستر. ليه يا سيف، في حاجه ولا ايه؟ بصوا يا جماعه اهو.
انا كده بحمص الشطه. شوفي كل ما هتسيبيها مع الزيت كل ما تحمص اكتر. اهم حاجه اوعي الزيت في الاول يسخن، يكون سخن قوي قبل ما تحطي الشطه. الثوم والشطه بحطهم والزيت لسه دافي، لو حطيتيها والزيت سخن بتتحرق على طول في ثانيه. تمام، بصوا. طيب يلا بقى دلوقتي احلى طشه في الدنيا. استنيه من استنى عشان ريحه الشطه هتعمل عمايلها. استر يا رب. ايه اهو. هنا بقى الطشه الحلوه اللي هي هناخد من الصلصه. بص يا استاذ احمد، بعد ما الشطه وصلت للون ده كده ونزل. ها شايفين الشطه؟ ولا كلمه. يا لهوي يا نهار ابيض، خدوا شويه صلصه كمان، ما نكسرها شويه لحسن الموضوع كده بقى كتير قوي قوي يعني. انا عارفه اصلا اللي بيحب الكشري بالشطه لازم تبقى شطه مولعه، وقد كان. بصوا بقى الزيت بيعوم على الوش ازاي. ادي الزيت كمان يا جماعه بتاع الشطه. يبقى احنا كده عملنا الدقه وعملنا الزيت بتاع البصله بمنتهى السهوله. تعالوا نقدمهم. اه ريحه الشطه قلبت الدنيا. ونقدم كمان الصلصه معاها. ممكن مروحه ممكن تلحقونا. يلا بينا نقدم الاول. بسم الله، ادي كده الدقه. شوفوا الجمال بتاعها. وبعد كده الشطه. يلا يا مرامي. تعالي يا مرامي. ازيك يا مرامي، عامله ايه؟ ازيك يا ست الحبايب، الف الف مبروك. الله يبارك فيكي يا مرامي، نورتينا. على ايه ما بين ايديكي. الله يخليك. الله يخليك. منوره الدنيا كلها يا ست الحبايب. حبيبتي والله انت اللي نورتيني. أيوة يا مرامي. صوتك الجميله والكشري الجميل من ست الحبايب. حبيبتي والله ربنا يخليكي. جربتيه قبل كده يا مرامي؟ الكشري بتاعنا؟ والله جربته من ايديكي، وكل حاجه من ايديكي بجد بعملها جميله. الله يخليكي يا حبيبتي. تعليمك والله. بقى يا ست الحبايب. يا نهار ابيض، ده انتوا كلكم اساتذه والله، انا اللي اتعلم منكم. امال المعمل دوت ايه؟ المعمل اشتكى. المعمل اشتكى. المعمل اشتكى واشتكى. اه والله. ربنا يا رب يحفظك ويديك الصحه ودايما كده منورانا كده يا ست الحبايب. الله يخليكي يا مرامي، نورتيني. منوره هي ومنوره بيوتنا كلها. الله يخليكي يا حبيبتي والله، تسلمي لي يا مرامي. تسلمي لي. حبيبتي الله يخليك يا مرامي. احلى كشري من ام نور الجميله. الله يخليك. ولسه في الحلو بقى، هو ينفع الكشري من غير الحلو؟ لا طبعا. ايوه. لسه هنعمل مع بعض الرز بلبن دلوقتي ان شاء الله يعجبك. أيوة جدا يا حبيبتي. عشان نحل طبعا طبعا. امال ايه. نورتيني يا مرامي. نورتيني يا حبيبتي، دايما منوره الدنيا كلها. الله يخليك يا حبيبه قلبي، ده نورك والله. تسلمي لي يا حبيبتي. بصوا بقى كده، ادي اهم حاجه في الكشري، الصلصه والدقه والشطه. والشطه عاملينها كمان بالزيت، يعني حاجه كده يعني ملهاش حل. اهم يا استاذ احمد، ايه رايك نطلعهم كده لقدام شويه؟ ماشي اهم. على بقى ايه ما الكشري بتاعنا يكمل سواه ونغرفه كمان مع الحاجات الحلوه دي. طب لسه الرز بلبن، انت نسيت ولا ايه؟ لا لا مفيش وقت، ناخد حتى خطوه كده. ناخد خطوه، ناخد كده الاول المكرونه جنب حله العدس. يبقى الكشري كده هنا على البوتاجاز ده كله لوحده. وهنا بقى نشتغل في الرز بلبن. مقادير الرز بلبن، اول حاجه عملتها، ممكن ننزل المقادير يا استاذ احمد بعد اذنك عشان بس اتكلم عليها ونشتغل فيه وانتم معايا يا جماعه. اهي كوبايه رز وكوبايتين ميه سلقت فيهم كوبايه الرز، وبعد كده هضيف لتر لبن وهضيف كوبايه سكر، وبعد كده هيبقى عندي كوبايه لبن لوحدها هدوب فيها في الخلاط. وده رز بلبن، الخلاط بيبقى مهم جدا جدا. معلقتين لبن بودر، معلقتين قشطه او وش اللبن، معلقتين نشا، وطبعا الفانيليا بتاعتنا. ولو عندك كريم شانتيه بودر برده هتدوبي فيه
في الخلاط. يبقى احنا النهارده رز بلبن الخلاط الناعم جدا الكريمي جدا، وده سر من اسرار الخلاط اللي هو بيخلي الرز بلبن قد ايه ناعم وهش جدا جدا. ايه اول حاجه بقى هنعملها؟ سلقنا كوبايه الرز في كوبايتين ميه لغايه ما نفش معايا كده بالشكل ده، شايفين استوى ونفش جدا جدا اللي هو خلاص كانه كده عجن بالظبط. هروح نازله عليه بلتر لبن، بسم الله كده بالشكل ده، حلو الكلام، واخليه ياخد غلوه. نقلب كده كويس اهو كده ياخد بس غلوه معانا، وهو بقى بياخد الغلوه دي هنروح نازلين بكوبايه السكر. كوبايه السكر هنا بالنسبه لي مظبوطه جدا، بتخلي السكر بتاعه على الحياء يعني مظبوط قوي، اللي هو ولا مسكر قوي ولا ما فيهوش سكر، مظبوط جدا. وده الحمد لله بتشهر بيه ان الرز بلبن بتاعي سكره ايه على الشعره يعني كده. بصوا نقلب، فالمقادير اللي انا جايبها لكم دي مع كوبايه السكر بتخلي السكر مظبوط جدا جدا جدا، وكل شويه هنقعد نقلب فيه علشان بس ما يلزقش معانا. طب في الخلاط بقى، هنحط في الخلاط بقى يا استاذ احمد، ادي كوبايه لبن ساقع، وهنحط كمان معلقتين كريم شانتيه باودر، معلقتين لبن باودر، ومعلقتين نشا كده، الفانيليا في الاخر، وهنحط معلقتين قشطه، سواء قشطه شركات او قشطه بلدي او وش اللبن اللي موجود عندك بالشكل ده. بس انا دوبت كله وعملت كده فوم ناعم كريمي جدا جدا جوه الخلاط، بسم الله زي الفل. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه. بمضرب بقى يدوي بقعد اقلب كده الاول الخليط الحله، وبعدين اروح نازله كده بالخليط بتاع الخلاط، وهنلاقي الحله دلوقتي اتقلب الخليط كله لخليط ناعم وكريمي جدا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بصوا اهو، حاضر يا اختي، عاوزه رز بلبن؟ حاضر حاضر من عينيا. بصوا، وافضل بقى دلوقتي كده اقلب لغايه ما يغلي ويتقل معايا اللي هي يختم معايا. هنحط رشه فانيليا، وبحب فانيليا بودر هي اللي تتحط على الرز بلبن مش الفانيليا السايله، بس يا ستي كده. ونقلب، ههدي بقى النار وهفضل اقلب فيه لغايه ما تغلي معايا وكل المكونات دي تكون استوت، والنشا كمان اللي احنا حطيناه يكون استوى معانا، وهو ده رز بلبن الخلاط. اطلعوا فاصل بقى وارجعوا لي نقدم كل اكلنا النهارده مع بعض.
اللي ضربناه في الخلاط الكريمي جدا حطيناه على الرز بلبن، ما اكتفتش بس ان هو يغلي غلوتين كده احس ان النشا استوى وبس، لا ده احنا بنفضل حاطينه على النار ونفضل نقلب فيه لغايه ما يتقل معايا اكتر واكتر، وابص الاقيه ابتدى يعمل لي وش كريمي كده طبيعي. وفي نفس الوقت يا جماعه عايزه اوريكم المنظر ده، مش بيفكرك كده بحله الرز بلبن بتاعت امهاتنا اللي كنا بنبقى واقفين جنبها لسبب معين؟ السبب ده تكتبولي دلوقتي على الفيسبوك على صفحة قناة هي أو على صفحتي، كنا بنقف جنب أمهاتنا نستنى إيه؟ مش نستنى الغرف، بنستنى حاجة معينة. اللي يعرف في الكنترول واللي يعرف في القناة واللي يعرف من كل حبايبي وست الحبايب تكتبولي دلوقتي كنا بنقف نستنى الحلة ليه؟ حلة الرز بلبن بالزيت. بصوا بقى عملت ايه بقى؟ عملت ابتدت تعمل وش كده، وشايفين لونه ابيض جميل ازاي وقوامه كريمي ازاي؟ ما شاء الله. انا دلوقتي طفيت النار اهو. او دلوقتي هو بيغلي كده بفعل درجة الحرارة اللي هو اكتسبها. هنجيب بقى ايه؟ كبشة كده حلوة. ونغرف بقى في البولات الجميلة بتاعتنا. بصوا شوف يا استاذ احمد القوام، ما تقلهوش عن كده لان هو لسه هيبرد، مش عايزينه يشقق يختم ويتقل معاكي وشه يشقق بعد كده وترجعي تقولي ان الرز بلبن على طول بيتقل معايا وشه، لو بات تاني يوم في التلاجه بيشقق مني، عشان انت بتزودي النشا بتقليه هنا. طول ما هو سخن وخفيف كده تعرفي انه لما يبرد هيبقى كريمي جدا جدا جدا. اهو شايفين ازاي عسل وسكر ما شاء الله. ناخد بقى الحله دي كده قريبه كده من البولات بتاعتنا ونغرف بقى. حتى قصدت ان انا اجيب لكم بولات ترجعكم معايا للزمن الجميل، يعني الحاجات التقليديه قوي قوي بتاعت امهاتنا دي. يا اما بقى افتحي النيش بقى وطلعي اللي في النيش، يعني بصي بقى طلعي كده المستخبي يعني. اهو سيبك بقى من النيش ده حاجه الضيوف، والنيش ده لا، استمتعي ومتعي ولادك. بصوا المنظر شوفوا. يا امل اهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا امل؟ هل عامله ايه؟ بخير والله، عامله رز بلبن وكشري. الله عليك على ريحه الكشري الجميله. الله يخليك يا امل، تعيش يا حبيبتي، تعيش شلنا يا رب ودايما في العيال يا رب. الله يخليك يا امل، تعيش يا حبيبتي، نورتيني. وايدك كشري جميل ورز بلبن، والله احنا بنتعلم منك حاجات كتيره. الله يخليكي والله على دماغي، وانتوا كلكم اساتذه والله، احنا مجرد بس بنفكر بعض بس مش اكتر من كده. صح يا رب، تعيشي حلوه في ايدك يا الله يخليكي يا حبيبه قلبي، نورتيني. بصوا بقى كده، عايزه بقى اوريكم حاجه في الحله قبل ما نغرف اخر بوله معانا. اللي في الحله ابتدى يعمل وش كريمي، هوريهولك دلوقتي يا استاذ احمد، وشوفوا الجمال. الله عليك الله عليك. بصوا زي ما استاذ احمد كده جوه الحله، بصوا شايفين لو عملت كده، بصوا الوش الكريمي اهو باين يا استاذ احمد، بصوا باين اهو، وهو كمان لسه سخن. تخيلوا ده لما يبرد بقى هيعمل ايه؟ هيعمل لي وش عامل ازاي؟ ادي يا ستي الرز بلبن اللي بتقعدي تقولي انا مهما اعمله في البيت ما بيطلعش زي بتاع بره. شايفين القوام بتاعه كده وهو لسه سخن؟ اوعي تخني القوام عن كده وهو لسه سخن، اوعي هيتخن معاكي. افضل اقول واعيد وازيد. بس يا ستي اسيبه بقى كده بره في المطبخ كده لغايه ما يبرد خالص، وقلبه يبرد والدخان ده اللي خارج منه يروح تماما. اغطيه بقى بستريتش او لو عندك بولات ليها غطا وتدخليها الثلاجه. تغطيه الرز بلبن وهو في الثلاجه مهمه جدا برده، بتساعد على ان الوش بتاعه يكرمش اكتر واكتر. نمسح بس البولات دي كده اهو كده. اكله النهارده خفيفة ولذيذة وعملناها كاملة متكاملة، بدل ما بتروحوا تطلبوا الكشري وتطلبوا الحلو، لا احنا عملنا الكشري وعملنا الحلو كمان. ألف هنا وشفا. شوفوا بقى قدمنا كمان كل حاجة تخص الكشري اللي هي التحويج الحلوة بتاعت الكشري. نقدم بقى الكشري نفسه، احنا لغاية دلوقتي ما قدمناش الكشري. بسم الله نظبط دول كده ونشوف بقى هنقدم الكشري بتاعنا ازاي. حاجه كده هتعجبكم جدا النهارده، تحسي كده ان انت فعلا فعلا قاعده في محل كشري. مش بس كده، هتحسوا بكشري البيت، كشري امهاتنا، كشري ست الحبايب. صح
سموه النهارده كده يا جماعه. وما تنسوش انا مستنيه اجابتكم على السؤال اللي انا سالته. كنا بنقف جنب امهاتنا نستنى ان هم يغرفوا الرز بلبن، نستنى الحله علشان ايه؟ ومش هغششكم، انا مستنيه ردكم. يعني قربتي، بسم الله. تعالوا بقى نغرف. ايه ده، انت مش عاجبك صح؟ بصوا يا جماعه، شوفوا شوفوا الرز عامل ازاي يا استاذ احمد. بص بصوا يا مدام نصرة. السلام عليكم. يا عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا مدام نصرة، عامله ايه؟ يخليكي يا حبيبه قلبي. الله يخليكي، الله يخليكي يا حبيبتي. الصحه والعافيه. تعيشي يا حبيبتي، والله نورتيني. يخليكي يا قلبي، الله يخليكي. الله يكرمك. تعيشي يا حبيبتي، تعيشي. الله يخليكي، نورتيني. ايه الكشري الجميل دوت؟ شفتي؟ تسلمي ليكي يا حبيبتي، الله يخليكي. تسلمي لي يا حبيبتي، فكرتينا بالايام الجميله والله. والله ايام ست الحبايب. الله يرحمهم يا رب برحمته الواسعه. اللهم امين، اللهم امين. الصحه والعافيه لكل ام يا رب. يا رب يا حبيبتي، اللهم امين. نورتيني يا حبيبه قلبي، نورتيني يا رب. بصوا يا جماعه، لون الرز بالعدس، ايه رايكم بقى؟ عشان كله استوى مع بعضه في حله واحده. الحاجه الثانيه، بصوا شوفوا بقى الحركه دي، بصوا بصوا، علشان خد المية المناسبة. كل رزاية مخصمة التانية، اهي مفيش رزاية مصالحة التانية ومعجنين. كله بصوا بصوا بصوا، كل الرز مخصم بعضه ازاي اهو. لا ربنا ما يجيب خصام، كله مفلفل ازاي. شوفوا بقى المنظر. طيب لما اجي بقى اغرف الكشري صينية كبيرة زي كده، انا عايزة اطعم الكشري كله، ما ينفعش احط الصلصة على الوش بس. اتعلمنا من ست الحبايب زمان ان انا لما اعمل صينيه كبيره كده عائليه، يعني فيها كميه الرز كتيره وكميه المكرونه كتيره، اطعم الرز الاول اهو بكبشه صلصه كده. دي بقى تطعم لي الكشري كله، يعني هتحسي كده وانت بتاكلي ان الصلصه اللي على الوش دي، لا دي مش على الوش بس، دي طعمت لي الكشري كله بالمنظر ده. خطوط خطوط كده، مش بنحط صلصه كتير، مجرد بس ان الرز ده يبقى متطعم معانا كده بالشكل ده. ماشي. طيب ايه تاني؟ المكرونه الحلوه والروايح بقى يا جماعه، الروايح كل كوم، والروايح اللي طالعه كوم تاني ما شاء الله. المكرونه يا ترى لسه مفلفله؟ طب ما تيجوا نشوف. ايه ده بقى؟ بصوا عديها بالواحده، يا تعدي الرز بالواحده، يا تعدي المكرونه بالواحده، يا تعدي الاتنين. بصوا ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، شايفين عامله ازاي؟ ومديه لون حلو ازاي. وخلي بالك رشه الملح اللي حطيناها في الزيت مطعمه لي المكرونه كمان، يعني المكرونه كمان ليها طعم، مش مجرد مكرونه مسلوقه كده وبس. اهو يا ست الحبايب، حلو قوي كده. ادي كمان المكرونه. هنغرف ايه تاني بقى؟ هنحط ايه تاني؟ الصلصه بقى على الوش. وكده كده احنا مقدمين معاها صلصه زياده للي عايز صلصه، يعني انا مش هكتر على الوش. بصوا كده وكده